اهلا بحضراتكم مره تانية، واولى فقراتنا النهارده في البيت الكبير هتكون مع الناقد المتميز والمميز دايما على المستوى الفني وعلى مستوى النقد الرياضي الاستاذ محمود صبري. برحب بحضرتك. اهلا بك كابتن، منورنا في البيت الكبير. مبسوطه الحمد لله، والضحك قد كده كلنا. ان شاء الله ربنا يتمها على خير. يا رب يتمها على خير. ويعني طبعا اكيد هسالك في كذا ملف، منه طبعا ملف النادي الاهلي الصعود للنهائي والمباراه النهائيه وكذا ملف يخص النادي الاهلي، لكن خلينا اتكلم مع حضرتك. استقبلت ازاي او شفت ازاي مباراه الوداد، وعايز اعرف شعورك قبل المباراه. هل كان شعور الجماهير بالثقه الزايده والقلق اللي يعني بعض الجماهير كانت قلقانه ان يكون في ثقه زايده، ورؤيتك رؤيتك لمباراه الوداد الاخيره؟ لا، الوضع يعني طبعا كان لازم تبقى قلقان برضه، يعني لازم تحترم فرقه الوداد. فرقه الوداد برضه فريق يعني مصنف رقم واحد في تصنيف الاتحاد الافريقي، فريق صاحب تاريخ كبير جدا. الاهلي ليه مواجهات معاه مميزه كلها متقاربه النتائج، لو انت لاحظت يمكن في الفتره الاخيره الاهلي لعب معاه نهائي 2017 الشهير المعروف 1-1 في برج العرب، 1-0 في الدار البيضاء. اعتقد انه الحسابات القلق، في قلق صحي وفي قلق سلبي بعد بعض صدره لك، وبتبقى متباينه الظروف. انت مر بمرحلتين، مرحله صعبه يعني مرحله انتقاليه من حسم لقب درع الدوري، ثم مدرب فجاه بطلب غريب جدا انه يمشي، ثم تعاقد مع مدرب مفاجاه ما كانش في الحسبان. فاصبح ايه المشهد بالنسبة لك؟ ايه محتاج بقى اعادة تقييم وقراءة جيدة للصورة. الاختيار يتقال عليه موفق بناء على النتائج، يعني ايه ما تقدرش تقول غير كده. يعني ايه مش هنقول بيحمل الاختيار العبقري، لكن هو الاختيار كان الاختيار الصعب، وكان الرهان على الراجل. قدر في فترة قليلة يعني ربنا وفقه، واللعيبة برضو تفاعلت، فكان نتيجة المفاجأة والأداء الغير متوقع كان في مباراة الذهاب. ولذلك احنا اتكلمنا قلنا قبل كده ان التأهل يبدأ من صحيح. من مركب مولاي محمد الخامس، مش من القاهرة. صحيح. انت خلاص يعني انت صدرت المشكلة جاي وعندك نوع بس مسألة، ما كان كل الناس قلقانة من الجزئية ديت. يعني قلقانة النادي الأهلي كسب 2-0 نتيجة كبيرة، لكن كان في بعض الجماهير قلقانة لعوده النادي الوداد. زي ما هنتكلم الوداد فريق كبير وفريق طبعاً مميز طبعاً جدا، وعنده ثقافه الفوز خارج كمان ارضه على المستوى الافريقي نادي مميز جدا. طبعاً فكان انت كنا داخلين المباراه عندنا حتتين، يعني عايزين نشوف فرقتنا عندها الثقه الزياده اللي هي تخوف، ولا طبعاً يعني انت شفت ولا اللي حصل ده؟ ايوه بالظبط. ولا اللي حصل ده يعني كان كده؟ لا، في شغل يعني بدات زي ما اتكلمنا قبل كده، قلنا انت بدات تحط الملامح، يعني الملامح بدات تتضح، الرؤيه بدات بعينيك تشوف رغم الوقت والاصابات. يعني انت برضو عاوز اقول انه الراجل مضغوط. أيوة في حته، عايز اكلمك اهم الملامح اللي حضرتك طلعت بيها من الحته اللي انت بتتكلم عليها، ان احنا مش هنحكم على موسيماني اول اسبوعين اول ثلاثه، لكن الناس بتقول لا في ملامح، في شك. ايه الملامح اللي انت شايفها رقم مميزه جدا في موسيماني؟ خلينا نطمن اللي جاي. ده رقم واحد بالنسبه للروح، الروح والثقة. يعني واضح انه اللعيبة من اصواتهم في الملعب طبعا عشان الجمهور، ولاحظ في كذا حاجة في هناك في المغرب حصلت وهم بيعاتبوا بعض وبيشدوا عذر بعض وبتاع والكلام ده. لا، وقفته الحماسة اللي هو فيها ان هو بيتكلم مع اللعيبة على طول الوقت، دي بتبقى من مدرب، يعني بتبقى في مدرب قاعد وفي واحد قاعد تاني لا متفاعل مع المباراه وداخل وبنبه وبصوته عالي وبيقول يا فلان وبنادي على فلان. يعني عاوز اقول لك ايه، هو عامل الحاله دي ورابط نفسه مع اللعيبه، يعني حتى لو حصل اي حاجه بيسقف بينادي. الجزئيه دي وضحت اللي هي الاهم، انك انت تبقى واقف على رجليك وحد بيدعمك. وخاصه انا هايد حضرتك في النقطه دي واضيف عليها حاجه صغيره كمان، ان انت كمان المدرب انت كسبان على ارضك وكسبان بره ارضك، لكن تحس في ملامح وشه لسه ما زالت الجديه موجوده. يعني انت كسبان 2-0 بره و3-1 هنا، دي كانت ممكن تبقى 4-5. الجديه في التعامل مع اللعيبه طبعا ده وانا حاسب على اللي ضيع فرصه وحاسب على مظبوط. يعني الروح دي هي دي الاساس. يعني انت كان مشكلتك، المشكله الاساسيه في الفتره اللي فاتت البعض
كان بيلوم على بعض اللعيبه حاله انه ايه في الالتحامات لم تكن بالقوه المعهود عن الاهلي، انه دايما لعبته في الملعب يعني في الالتحامات والكره وال يعني الثنائيات بتبقى الكره ليك، لكن في فتره من فترات جالك شك في المساله دي. ومباريات دوري ابطال افريقيا مباريات مختلفه، يعني مباريات محتاجه بتلعب على الفرص، بتلعب على تفاصيل، بتلعب على حاجات مهمه جدا. الحاجات دي هي دي الاساسيات بالنسبه لي كمتابع ومراقب. الاساس بالنسبه لي تحس روح الفريق في الملعب، انه ما فيش حد واقف بيتفرج على التاني. الحاجه التانيه اللقطه اللي عملها تكمله لما بداوا فايلر في اللي هو اللعب من لمسه واحده، وكمان مش اللعب من لمسه واحده، لا السرعه في اللعب. يعني انت دلوقتي عندك والتحرك من غير كوره، تحس ان اللعيبه بتلاقي بعضها بسرعه. يعني ايه؟ صحيح. دي الجزء ده رغم ان هو قال كلام ان انا لسه برضو ما يعني لسه مشوار قدامي، يعني لسه منتظر، لسه ما وصلتش للي انتوا في مخيلتكم. انا ما وصلتش. هو قال فعلا لسه ما وصلتش للاداء اللي انا عايزه. لسه ما وصلتش للاداء اللي انا عايزه، يعني هو برضو ايه؟ برضو على فكره هو بيعمل الشغل ده وعينه وقلبه في خط الدفاع، وبرضه قلبين الدفاع، وعاوز باص وشايس يعني حسابات برضه. خلي بالك المباريات دي بتبقى كوره، يعني ايه غلطه بتعمل مشكله. شوف انت قارن ما بين الهدف الاولاني وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى وتكمله مروان للنهايه واحرز الهدف. يعني بص انت ليه الناس ربطتها بماتش مثلا الزمالك في الكوره برضو اللي هو كان برضو ما كملش فيها هو حتى نفسه قال عمل كده شاور بايديه. فاللي عاوز اقول لك انه لا في الراجل عاوز اقول الناس بتقول لك ولسه ما لا لا بدات الملامح تظهر، بدا يبقى في شغل، بدا يبقى عندك ثقه في انه لا الفريق واقف على رجليه. انه الفتره اللي فاتت بتاعت ما بعد كورونا والهبوط معدل اللياقه البدنيه بصوره وحاجات فيها تفاصيل كتير هتتقال بعدين، مش بس مش دلوقتي. لكن انت يعني ايه الراجل بيشتغل بيبذل جهد كبير جدا، روح عاليه جدا في الملعب، تحرك سريع، إجادة اللعب على هجمة المرتدة وتنفيذها بصورة من لمسة ومن لمستين ومن ثلاثة وتضرب دفاعات المنافس. أنت لو شفت الوداد بداية المباراة كان ضاغط عليك بأربع لعيبة من قدام مش سايبك، لا كان بيلعب على واحدة ماشي إن هو يعملها. دي الحالات الحاجات الفنية اللي برضه هتناقش مع حضرتك فيها في جزئيتين ثلاثة. الجزء الفني أولا التشكيل، كان في بعض الناس يعني بتقول يعني هو بدأ كمان، واعتقد لو علي معلول كمان كان سليم كان بدا بنفس التشكيل اللي بدا بيه المباراه. طبعا فكان برضو دي من الحاجات اللي يمكن بعض الناس قال لك احتمال يغير حسين، احتمال يبدا ببادجي، مروان ما يلعبش، اجاي مش موجود. فخلينا نتكلم فنيا في يعني ايه الجزء الفني، الثلاث اربع نقط اللي فعلا يعني طلعت بيهم من المباراه وقلت لا احنا فعلا عندنا مدرب مميز. يعني اختياره على فكره كان قراره في اختيار احمد فتحي في الجزئيه دي كان مهم جدا. احمد فتحي كباك شمال. طبعا كباك شمال، يعني هو كان حصل قلق لما ايه اصابه علي معلول دي عملت برضو حاله من الارتباك، لكن احمد فتحي رغم كده عمل جهد كبير جدا في المباراه، واختياره في المكان ده كان مهم جدا. رغم يعني الدور الهجومي انا مش مطالب احمد فتحي يعمل اللي هو ما يعني ايه ما تعملش، لكن حاول وراح اكتر من مره في اكتر من لقطه وضاعت منه فرصه كمان. بالرغم ان بعض الناس قالت لك ان احمد فتحي مش هيشارك معاك في النهائي، فممكن جدا كان بدا بمحمود وحيد على اساس يبقى حتى موجود وجوده بيديله ثقه شويه. لكن يعني برضو من الحاجات اللي هو من الواضح ان الراجل بيحسب خطوه بخطوه، يعني انا ليا النهارده فانا هلعب على النهارده. مش دعوه بكره يا كابتن. انا بتكلم على على راي الناس، يعني يقول لك احمد زي الناس اللي لعبتش مع محمود زي ناس وحيد مثلا. زي الناس اللي لمت عليه ليه ما لعبش ثلاث ديفندر في وسط الملعب، ده مصيبه مع كامل احترام. انت مش رايح انت يعني اكيد يعني بان ذكائه وبان شغله وبان ان عنده حاجه بيعملها في الشغل اللي تم في الماتش هناك. يعني مع كامل احترامي للبعض الملعب المباراه بدون جمهور، لكن برضه بتلعب خارج ملعبك، وكونك انك انت يعني ربنا وفقك في بعد ثلاث دقائق حرست هدف وجات عليك ضربه جزاء غير صحيحه، وبرضه حصل توفيق برضه كبير بانها اتصدت برضه اتصدى لها الشناوي كان موفق فيها. برضه ده كله ده ضغوط عليك، تخيل يعني اعمل حسابات معاكسه. طريقه اللعب حتى كانت مفاجاه بطريقه اللعب والقوه في نص الملعب وتبديل مراكز بعض اللعيبه وتكليفهم وحط هنا. انا قلت لك ايه؟ هو راجل بيدور على 10 واعتمد عليه في قفشه، في انه عاوز قفشه يعني جاستن سنين اللي هو نفس اللقط نفس الراجل ده
في ماتش الاهلي هنا اللي خسر، كان دايما حتى في ماتشات الاهلي دايما تلقاه واقف هنا وحده، يعني سايب مستني الكوره، هو البوزيشن البوزيشن بتاعه ماشي في الجزئيه دي في الدايره دي، ده اللي بيحرك وبيعمل. يعني بص على التطور الايجابي لكره قفشه، يعني ايه؟ يعني عمل نقله مختلفه من ان انا كنت اوديه مين واجيبه شمال واوديه بره، حطيته في الجزئيه بتاعته دي. من الحاجات اللي بص حتى حمدي فتحي اللي هو يعني شوف حمدي فتحي كان اداؤه مع الاهلي لما رجع كان وصل لمستوى الاصابه طبعا قلت، حتى لما رجع بدا حتى حمدي فتحي نفسه يا سعيد يعني في كمان اتكلم على ليو ديانج يعني، وقول اتكلم على السولاي يعني، عاوز اقول لك ايه، لا في هارموني بدا من مباراه الوداد بين الراجل وبين اللعيبه، حتى اللقطه اللي جت في غرفه الملابس بعد المباراه وهم واقفين وهو بيسقف وهو بيشكر وهو يعني جميله جدا، بتدل ان كمان الناس شايفه شغله كويس. يعني هو بيشتغل، هو لغايه دلوقتي الراجل مش يعني مش عاوز اقول لك مش هتكلم عن نفسه، هو لسه شايف انه نفسه، هو فعلا لسه ما عملش حاجه. لكن انا لما اجي دلوقتي اقول له اصل انت اعمل كذا لا يا جماعه، ده واحد اتعلم او شايف ومن خبراته انه بيلعب مباراه بمباراه. يعني ما تقدرش تتكلم على مباراه النهائي وانت لسه ما وصلتش النهائي. يعني برضه هو كان قال ايه؟ قال الكلام ده، احنا مستعجلين. احنا عاوز اقول لك ايه؟ انه عاوز اقول حاجه، انه السوشيال ميديا الاهلاويه عاوزين يبقى في تغيير في المرحله، مساله التحفيل اللي هي بتادينا الى اثار سلبيه بصوره او باخرى. الاهلي محتاج في الفتره دي مسانده ايجابيه، وعدم الحديث عن امور واثاره مشاكل ولعب على اوتار والمشي ورا من يثير اخبار مغلوطه عن النادي عن المجلس عن الفريق عن يعني عاوز اقول ايه، مش مساله يعني من حقك تفرح، الفرحه تنتهي بعد المباراه. طيب انك تفصش بالبطوله، انت عندك تجربتين لازم يخلوك تقعد تفكر فيهم، انك انت خسرت اتنين نهائي ورا بعض ماشي بمبالغات وكلام، وكانت النتيجه غير متوقعه. انت بتفكر دلوقتي بتترقب السؤال، يفضل تقابل الرجاء ولا تقابل يعني الزمالك؟ ده السؤال اللي يعني من خلال كلامك انك سابقين شويه، او احنا يعني انا بتكلم من وجهه نظري وحضرتك برضو تشرح وجهه نظرك، ان النادي الاهلي وصوله للنهائي لا يهمه تماما مين المنافس، اذا كان الزمالك او الرجاء، فالموضوع التاريخ بيتكتب في النهائي، والمباراه النهائيه لها حسابات خاصه. هي البطل. يعني حسابات خاصه جدا على مستوى المنافس، على مستوى الاداء، المباراه. يعني انا يعني بايد حضرتك جدا في اداء موسيماني، وخلينا اتكلم كمان على ان انا اول مره اشوف النادي الاهلي بينقل 41 نقله من غير الخصم حتى ما يلمسها، فده شغل مدرب اكيد. لا طبعا، لا طبعا، يعني مش عايز كلام. لا موضوع الاستحواذ الايجابي، احنا كنا ممكن نستحوذ بشكل سلبي، لكن الاستحواذ الايجابي انك بتقطع الكوره، يعني الجون مثلا، الجون بتاع حسين الشحات، الكرة بالظبط لو حسبتها كده من اول ثلاث تمريرات لا حتى بالثواني هتحس ان من اول ما الشناوي لمس الكرة لغايه ما الكرة دخلت الشبكه. طيب. انت بتتكلم في انت كنت تتوقع ثواني. كنت تتوقع انه قالوا ده نجيبها او حتى مهاجم الفريق المغربي ده مجرد ان ديانج يخرج، هو كان موجود في منطقه 18، الكره هتخرج اوت، اي حد في مكانه هيسيبها اوت لحضرتك اهو. لكن حاجه سبرنت يعني، والتاني معاه مش سايبه، يعني هو كان اصلا ورا المهاجم بتاع سبقه بصوره، ما انا بقول لك اهو، واللقطه والتمرينه وتحرك حسين. وصول الاهلي للنهائي ده ما يهدفش للاهلي، ما لازم الاهلي يوصل للنهائي. البطل يظهر شخصيته في المباراه النهائيه. انا عايز اقول ايه لما بتكلم عن السوشيال ميديا، بقول انه لازم الدعم بيكون دعم معنوي، بلاش التحفيل والدخول في امور والحديث عن الكلام. يعني خلاص يا جماعه، يعني مساله عاوز اقول ايه، لا لازم يبقى في وقفه، والناس تاخد بالها منه. ايه هيبقى في نوع من الضغط على الاهلي والتشكيك، ومرحله زي ما بتحصل في فترات، اسيب لك مشكله وارميها لك وامشي وراها النادي الاهلي. يعني ما طب لو احنا اتكلمنا، يعني اخد رايك انت، يعني هتلاعب الزمالك ولا الرجاء، انت تقول ايه؟ لا يعني البطل يلعب معايا، البطل يلعب معايا فريق، البطل اللي عاوز ياخد بطوله ما ينظرش لون الفانيلا. وبعدين انت عندك المفروض دوافعك قويه، يعني حتى لو واجهت الرجاء، مين قال ان الرجاء هيبقى منافس سهل لو انت واجهته في المباراه النهائيه؟ مين قال الكلام ده يا جماعه؟ بتختلف الدوافع. الرجاء عنده غايب عن البطوله من سنه، يعني ما خدهاش، يعني خدها مره 97 اعتقد او 99 وما خدهاش تاني، وبعد كده وصل للفاينل 2002 مع نادي الزمالك وخسر البطوله هنا في القاهره 1-0.
خلاص، فعنده ليها فتره غايبه عنده، وعنده كمان بطوله عربيه عنده فيها طموح برضه، هيلعب مع الاسماعيلي وهتبقى منافسه شرسه جدا. الزمالك، الزمالك طبعا عنده طموحات انه ياخد البطوله واللقب السادس ومن 2002، وعنده نفسين بيقول لك انا كسبت الاهلي مثلا مرتين في السوبر بضربات الجزاء ومباراه 3-1، واللعب بص كل طرف بيحاول يدي الافضليه والاهلي بيستحوذ. بس اعتقد استاذ محمود يعني اداء النادي الاهلي، وخاصه نتكلم بكل امان اداء النادي الاهلي في مباراتي الوداد اذا كان ايابا وعوده او ذهابا وعوده، انا في اعتقادي انه بيوصل رساله لاي منافس، لا النادي الاهلي فريق قوي لكن ده دلوقتي ده فريق مرعب. مباراه الذهاب دلوقتي وصل لمرحله كبيره جدا من مباراه الذهاب كمان يا كابتن هاني اخطر مباراه هنا. يعني شايف مباراه الاهلي لا فيها جهد صحيح. على فكره مباراه الذهاب كان فيها اداء اشعرك ان هو ده الاهلي، انه شخصيه البطل رجعت، الفوز انت افتقادك لظاهره الفوز خارج الملعب كانت عامله لك مشكله. مظبوط. ما انت تفوقك في الفتره اللي فاتت ايه؟ فوزك خارج الارض كان بيحسم لك كل اللقاءات بيريحك، خاصه في مباراه يعني الفيصليه المهمه جدا. انت الماتش اللي عملته بره كان مفاجاه للجمهور الاهلي، يعني الناس كانت كلها خايفه وغير متوقعه، وبعدين يجي يقول لك ايه؟ واصل الوداد مش في مستواه، واصل الوداد يعني عارف انت ايه؟ يعني في ناس ما بتبصش انك انت كويس بقدر ما بيحاول يقلل من انك انت من كويس ويقول لك الخصم ضعيف. لا سيبك من الكلام ده، مع هذا الكلام حتى في الكوره احنا كمدربين مثلا نقول لك ما حتى لو الخصم ضعيف في وقت من الاوقات الفرقه الثانيه بتلعب الفرقه الضعيفه بتاخده للريتم اللي هو عايزاه، فاللي بيبقى ماتش وحش ويبقى طبعا. لكن انا في اعتقادي انك الخصم مش بالمستوى لو هم بيتكلموا كده، لا ده انا قوتي كمان ان انا بسيطر وان انا بكسر الحته ديت، ان لا انا اللي بدوس عليه، لان نادي الوداد مش نادي صغير. لا لا يعني مع لا نادي لا الوداد لا من لا افضل الانديه على مستوى افريقيا، ونادي عنده شخصيه البطل كمان، فانك حتى لو الوداد شايفين ان هو لا اصل الوداد مش مستواه، طب ما يحسب للنادي الاهلي ان هو ركز كويس وان هو حضر كويس وانه ما شوف انت شفت انت قلت ايه؟ انا انت اهم حاجه بالنسبه لك فرقتك، ما بتبصش على المنافس، انت احترمت المنافس بما فيه الكفايه، احترمته واديت معاه مباراه كبيره جدا، وهو حتى في مباراه العوده هم نفسيهم جايين وكان عندهم طموح ان هم ياخدوا يعني ياخدوا منك البدايه، لكن يعني التوفيق بتاع ربنا وانت تركيزك في بدايه المباراه واللعب على الكوره ادالك الافضليه كمان، انت يعني السيطره على الملعب واللعب الايجابي والتحرك اللعيبه وانك انت ما عندكش يعني عاوز اقول لك ايه، ما فيش نجم، فريق واحده يعني دي من الحاجات اللي هو يعني اعتقد بيلعب عليها موسيماني. يعني موسيماني زي ما قلنا قبل كده واتكلمنا قلنا انه الاداء الجماعي بيبقى كل الفريق بيزوف في المنظومه دي، التحرك واللعب، لكن انا شايف ما الرجل لم يعني بيبذل وبيرمم وبيبني بهدوء وهو عاوز اقول لك طموحه دلوقتي كل تركيزه هيبقى في المباراه النهائيه، خلاص الفوز بدوري ابطال افريقيا، بعد كده هتشوف فريق مختلف مع التدعيمات على الصفقات الجديده، مع التدعيمات من الناحيه المعنويه، مع شغل كتير جدا، الفرق هيتم بناء وتاسيس لفريق لفتره كبيره جدا. عشان كده المرحله الجايه مرحله شغل، مرحله عمل، مرحلة تدريب، مرحلة عمل، يعني عاوز اقول اكيد ده كله في حساباته، وانه عارف انه اي خصم هيواجهه سواء الرجاء سواء الزمالك هيكون ليه حسابات، وهيكون ليه ازاي انك انت مباراة ازاي دي هيبقى فيها ضغط عصبي وتوتر وتفاصيل صغيرة مهمة جدا ما تركز عليها. فالمرحلة مرحلة صعبة، يعني ايه خسارة لقبين متتاليين برضو عاملة لك في ترقب، لو واجهت منافسك التقليدي هنا في مصر الزمالك هيبقى برضو ليها حسابات تانية ويبقى فيها ضغط، يعني ايه هنا يبان دور المدرب في الناحيه النفسيه رقم واحد، ازاي هيطلع كل ازاي الاعداد الفني للمباراه وازاي يتعامل مع ظروفها بشكلها لو حصل اي موقف داخل المباراه يبقى ايه الوضع، كل ده الامور دي اعتقد هتبقى في حسابات، خاصه انه مدرب فاز بلقب دوري ابطال افريقيا، فهيبقى يعني عنده الخبره وعنده
الظروف والضغوط اللي مر بيها اكتر من مره اكيد هيعرف يتعامل، اكيد هيعرف يجهز فرقته، خاصه وده شفناه بصراحه في كل يعني احنا لو قيمنا حتى اداؤه على مستوى كل المباريات اللي لعبها مع النادي الاهلي كنا بنشوف انه عنده حاجه مميزه، يعني مدرب، خلينا نقول مدرب فاهم شغله كويس قوي، حتى على مستوى التغييرات، تغييرات كلها تغييرات منطقيه جدا، ما فيش لعب في التشكيل كتير، اذا كان بدا المباراه اللي هناك هو نفس التشكيل ما عدا طبعا لاصابه علي معلول. نروح لجزئيه وناس كانت قلقانه من جزئيه التحكيم، رايك ايه برضو في التحكيم في الماتشين؟ يعني خلينا نتكلم الاداء التحكيمي في النصف النهائي ما بين الوداد والاهلي ذيابا وايابا. بص عايز اقول لك على حاجه، احنا طبعا التحكيم الافريقي طبعا لا شك انه في حكام جيدين يعني ما اختلفش عليهم يعني، لكن انت ايه التحكيم بيستفيد منه يعني الطرفين، لكن في حاجات بتبقى مسار شك يعني ايه بالنسبه للحكم لما يكون اللي عنده تجاربه السابقه بتبقى بالنسبه لك مشكله نفسيه، بس هنا القدره في الفرق الكبيره انك انت بتجبر الحكم بادائك وقوتك وتركيزك انك خلاص هنلعب مباراه من غير حكم، لما انا عندك طموح، عندك طموح البطوله اللقب، فبيبقى تركيزك دايما في الملعب واللعب الصح. ممكن الحكم يحط لك مثلا ضربه الجزاء واضح انها مش صحيحه، وهو حتى لما تم استدعائه بعد قرار واضح انه القرار كان خطا، لكن هو اصر على الموقف اتحسب وتم التصدي له. الانذار حتى بتاع اليو ديانج يعني انذار غريب جدا، ماشي ما في حكام برضو ايه يعني، وخاصه كان اول ثلث ساعه ما انا بقول لك بتحصل حاجات كده ممكن تديك المؤشر. في الحاله دي بيبان خبره اللعيبه وخبره المدرب من بره ازاي بيهدي لاعبته وبيخليهم يركزوا وما يركزوش مع الحكم، ده مهم جدا، لانك لو ركزت مع الحكم ومع كل قرار ومع كل تصرف خلاص انت خرجت من دائره التركيز في المباراه، وبقى عندك مشكله مع الحكم ممكن يضطر الطرد، ممكن يضطر الى اي تصرف بقى ما تقدر تمنعه، وعندنا مواقف كتيره جدا. وارجع بقى للتاريخ من ورا شويه وهتدور من بكاري جسامه وانت عايز، واكثر من بكاري جسامه اتعمل الحكم هناك رغم يعني ضربه الجزاء ورغم الانذار، لكن يعني دول الحاجات اللي هم يتاخدوا عليه يعني برضو دول مشكله، زي ما بيقولوا انا عملت اللي عليا خلاص انا هعمل لكم ايه تاني اكتر من كده، خلاص الموضوع خلص. جنوب افريقيا حكامها بامانه شديده حكام مميزين جدا يعني خاصه جوميز الصراحه، خاصه لا بصراحه لا يعني حكام مميزين جدا. وتقدر ترجع في التاريخ تشوف ان هم ناس يعني فاهمين كوره وهاديين في الملعب، ومش يعني قليل منهم اللي ممكن تتكلم عليه يعني ما قبل فتره يعني الالفينيه، يعني مثلا بترسم سابيلا دالي ووقائع مثلا نيانت مثلا كان من الحكام المميزين، عندك فيكتور جوميز كنت اتمنى الحكم ده هو يبقى في الفاينل، في الفاينل يعني وحكم يستحق الفاينل بصراحه. شوف حركته في الملعب، عدم التركيز على التحكيم برضه موسيماني من الحاجات اكيد اللي بيتكلم لعيبته فيها ومركز، انك مالكش دعوه بالحكم، انت ركز في الكوره بتاعتك، انت تستطيع ان تجبر الحكم على اتخاذ القرار اللي انت عايزه طالما بتلعب وبتأدي اللي عليك. يعني الحكم مش هيمنعك انك انت تسجل جول، مش هيمنعك انك انت تروح، لكن ايه لو ممكن ما يحسبلكش ضربه جزاء انت هتجيب جول. يعني عاوز اقول لك هو ادائك انت يعني هو اللي في النهايه ضغط عليك، حتى لو ضغط عليك وكده انت برضه طالب انك انت ما تستسلمش، يبقى عندك روح وتقاتل والكلام ده. فانا عاوز اقول لك انه الفرق الكبيره هي كده، رغم كل الظروف انت يا ربنا وفاك ونجحت وصلت للخطوه المهمه. شوف انت من شهر كنت بتدور هنوصل النهائي مش هنوصل النهائي، الحمد لله وصلت للنهائي، وتنتظر الطرف الثاني. بدا العمل بقى للمباراه النهائيه بشكل مختلف خالص، تركيز مهم جدا، كمان عندك يبقى عندك مباراتين ثلاثه مثلا. ما الحاجه لحضرتك، احنا ان شاء الله يوم 31 عندنا مباراه مع طلائع الجيش، دي اخر مباراه في الدوري. برضو شايف ان مباراه طلائع الجيش دي تفتكر مباراة بيراميدز قبل مباراة الإياب؟ بيراميدز تفتكر ان ممكن برضو موسيماني ياخد مباراة طلائع الجيش دي كبروفا بالنسبة له، بروفا للنهائي، ولا الوضع مختلف شوية؟ احنا عارفين طبعا النهائي يوم 6 يعني تقريبا اسبوع قبل يعني بعد هذه المباراة، وكلنا بنفتكر بيراميدز، يا ترى هيكرر نفس التجربة ان ياخد بيراميدز زيت كبروفا خاصة جدا للنهائي، ولا طلائع الجيش ممكن يعني مباراة طلائع الجيش يبقى ليها حسابات أخرى يعني؟ لا أبدا، طلائع الجيش من الفرق المميزة في مسابقة الدوري، لكن الوضع مختلف، إن بيراميدز كان في وضع عايز فريق عاوز يحافظ، عاوز يوصل للمركز الوصافة في الدوري،
وانت عندك بينك وبينه مباريات ونتائج واداء في الفتره الاخيره هو انت ما كنتش موفق فيها، فالمباراه كان واخده وتعرضت للطرد، ففي بقى عندك يعني تجربه حلوه، تجربه حلوه واضح ان في تجربه حلوه، وان واضح انك انت وقفت على رجليك في المباراه دي. لكن مباراه طلائع الجيش اللي جايه انا شايفها طبعا دي مباراه التتويج بالدوري وتسليم الدرع زي ما قال اتحاد الكوره المفروض يسلم درع الدوري للنادي الاهلي فيها. عندك تجربه انك انت تدي فرصه للناس اللي ما بتلعبش يعني مباراه، لانه طبعا اكيد طلع الجيش حتى لو كان الموسم بالنسبه له انتهى بعد يعني البقاء في الدوري، فبتبقى مباراه عاديه، لكن انت تستفيد منك تدي فرصه للناشئين تشوفهم، ادي فرصه للناس اللي عندها ما بتلعبش، ها دي تبقى فرصه، خاصه انك انت بعديها عندك مباراه في بطوله الكاس. طب انت من رايك مثلا على سبيل المثال باخد ودي برضو معاك في الكلام، تفتكر ممكن مثلا على سبيل المثال يبدا مثلا بعلي لطفي؟ يعني احنا شفنا المباراه اللي فاتت طمن النتيجه وراح برضو ادى علي لطفي اخر جزء من المباراه، تفتكر ممكن يدفع بهذه التجربه انه يبدا مباراه طالع الجيش مثلا بعلي لطفي ويريح الشناوي؟ اه طبعا، ما لازم يعمل كده، انت برضو لازم تبقى حريص جدا على لعيبتك في المرحله دي انك انت تهدى شويه وتركز. يعني عن لطفي لازم تشوفه، لو عندك مدافع من الشباب اديله فرصه، لو عندك الشباب اللي هم شاركوا في اديتهم انت قبل كده بياخدوا فرصه اساسيه في المباراه، اليو بادجي ما بيلعبش ممكن تديه، محمود وحيد ممكن ما بيلعبش تديه، يعني انت يعني عارف ايه بتدي بالعربي بدر تديه في نص الملعب، نص الملعب يعني تدي انت في الحاجات ولا رؤيه اخرى ان هو ممكن جدا الاسلحه اللي هو كان يتمنى انها تلعب مثلا عندنا وليد سليمان مثلا شارك عدد قليل ممكن يبدا المباراه ممكن على اساس كهربا ممكن كهربا يبدا المباراه بس انت من رايك مش هيبدا بالتشكيله اللي هيبدا بيها مباراه 6 نوفمبر هيبدا بالتشكيله الاساسيه في المباراه، يعني مباراه تحصل حاصل مباراه تسليم الدرع الفرقه تبقى كلها موجوده، لكن ما تخش انه هيلعب مباراه لانك انت يعني لسه يعني هيبقى عندك على النهايه اعتقد اسبوع تقريبا اسبوع ما اعرفش بقى مباراه الكاس هتبقى امتى، يعني هل هتبقى قبل الـ مش قبل النهائي؟ لا مش طب قبل النهائي ما اعتقدش، لا مباراه الكاس بعد المباراه النهائيه ان طيب شاء الله. خلاص يبقى انت عندك ايه المباراه دي ففرصه انك تتجرب فيها وتطمن فيها على الناس اللي عندك اللي موجود عاوز يشوفها هو يعني برضو الحاجات دي بتكشف للمدرب برضو الناس تستمر معايا مش هتبقى موجوده هو كمان بيحضر للسيزون اللي جاي بالنسبه للصفقات. لكن تيجي تلعب بقى بالتشكيل الاساسي في مباراه طلايع، طب على اساس انت بتقول انه لعيبه محتاجه يعني تريح وبرضه تهدى يعني حسابات النهائي حسابات مختلفه كابتن هاني؟ طيب اكيد حسابات مختلفه وان شاء الله باذن الله يعني احنا كلنا ثقه في الاداره الفنيه وفي اللعيبه، بس خلينا ناخد برضه اجزاء من المباراه. احنا متفقين ان كل اللعيبه كانوا على مستوى عالي جدا، لكن زي ما اتكلمنا مثلا على تميز مثلا الشناوي بشكل كبير جدا في مباراه الذهاب وقفشة، تختار لنا اتنين كمان على زي ما بيقولوا السوبر ستار في مباراة العودة أو المباراة الأخيرة. طب قبل ما أخش في الجزئية دي في حاجة برضو دي برضو محتاجة شغل، يعني هو أكيد بيشتغل عليها. أنت طبعا يعني لو لاحظت فرقة الوداد لما ضغطت عليك في بداية المباراة من قدام بثلاثة وأربعة هنا، أنت أنا ضد أنا يعني بلوم أنا ضد إن الكورة ترجع كتير لحارس المرمى. يعني انت شفت اللقطه بتاعت الشناوي والخطا اللي هو بتاع اسماعيل حداد يعني. ماشي خطا وارد في الكوره، لكن يعني انا يعني ايه انا مش عاوز اقول لك يعني قلبك واحد كل شويه لا كل شويه طب. ترجع الكوره بس ده ما ناخد بالي بس انت تكررت انت بتبني من تحت ما انت عارف هو ممكن يلعب كوره طويله بس هو ممكن يكون الوداد بيلعب على الجزئيه دي ان انا بضغط من قدام علشان يستفيد من الكره الثانيه اللي الاهلي هيلعب كره طويله فياخد الكره الثانيه ممكن يبقى في ايه خطا في التمرير او خطا في خطأ التدريب في التمرير مظبوط دي الجزئيه دي اللي محتاجه ايه انه ياسر ابراهيم وايمن اشرف اللي بيبنوا من تحت ومحمد هاني او معالي معلول لازم يبقى في ثقه قوي وانا بطلع الكره مريض. يعني محتاجه شغل تدريب ومحتاجه ثقه ومحتاجه محتاجه اسرع من كده، يعني في كذا لقطه برضو ممكن فيها قلق شويه لازم اتوقع انه اي مهاجم بينتظر الفريسه بتاعته اللي هي الكره الطويله اللي هو بياخد منك اللقطه زي ما عمل قفشه مع
يحيى جبران، يحيى جبران تستنى ان الكره طولت منه يعني. على فكره حصلت مع المباراه اللي فاتت، كان في اول دقيقتين من المباراه كان في فرصه كبيره للوداد ان الكره فعلا اتقطعت اثناء بدايه الهجمه من اعتقد ياسر ابراهيم او 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 ديانج، وراح والراجل سدد بس الحمد لله سدد وحش يعني. هم كانوا مبادئين على اساس كان عندهم ان تيجي يخطف واحده، فدي جزئيه لازم يتحسن فيها شوية. يعني محتاجه ايه تحسين اكيد فيها. هو اكيد هو بيتفرج عليها واكيد بيشوفها. انت في المباراه يعني ديانج طلع لنا كده من وجهه نظرك عمرو السوليه، عمرو السوليه، عمرو السوليه، عمرو السوليه لما بيكون فايق بيديك يعني عمل واحده من الحاجات اللي بنشوفها بره اللي بخلفيه، هو الكره طايره رجعها لورا بكعب رجله، وده بيعملها اكتر من مره، كان ممكن تبقى هدف، ودي شاتها سددها مش عارف اعتقد قفشه او حسين شحات سددها فوق قفشه سددها، كانت من عمرو السوليه يعني في تحسن. برضو يعني ايه ايمن اشرف تحس انه برضو بدا يهدى، مساله يعني الانذارات الكتير دي محتاجه برضو، دي محتاجه ايه، محتاجه برضو ده شغل مدرب انك انت ياخد باله ان يعني ماتشات ما تستحملش انك انت انذار والتاني خلاص، ما انت لو انذار ماتش طويل هيبقى في عندك برضو مشكله. بص اجايه لعب مهم جدا في الاهلي رغم حالته، مش حاسس كده زي ما انا احساسي انه يعني مع وجود موسيماني في اريحيه في ادائه وفي ثقه في ادائه ما كانتش موجوده حتى مع فايلر قبل كده، رغم كان بيأدي كويس لكن تحس انه خلاص مبسوط بالجيم يعني اجايه يعني بيلعب وهو يعني مبسوط يعني هو حافظ عليه حتى للاخر يعني، رغم انه هو تحس انه بيلعب وهو تعبان يعني تحس انه مرهق يعني حاجه غريبه برضه في ادائه، لكن بعد لما بيفوق بيدي واحده وتمشي معاه بيبقى الوضع مختلف. لكن اجايه محتاج ايه يعني زي ما تحس انه كنت محتاج يريح في حاجه، لكن لما يبقى فايق لما ياخد واحده والتانيه، لو شوف في مباراه الذهاب عمل اللي هي ضربه الجزاء وعمل اكتر من كوره عرضيه بشكل مميز، طبعا وجود معاه علي معلول بيبقى هما الاثنين بيشكلوا ثنائيه مع بعض بتبقى ليها حسابات تبقى جبهه مهمه جدا على فكره يعني. فاعتقد برضو اجي برضو لا ليه دور ممكن انت تشعر في ناس تشعر بيه وتقدره وشايفاه، وفي ناس ما تاخدش بالها منه، لا ليه دور ولعيب مهم جدا في تشكيله الاهلي يعني. فانا عاوز اقول لك لا يعني انت مش في ناس مستواها طول يعني، ناس مثلا نسيت لحسين الشحات مثلا نفس الفرصة اللي ضاعت، ماشي ده كويس جدا معنويا برضو ان اللعيب يستعيد ثقته في مباراة زي دي ويجيب هدف زي كده، في توفيق كبير جدا وذكاء وموهبة وهدوء وكل حاجة تقدر تقول تلعب عكس الجول يعني. عاوز اقول لك ايه دي حاجات برضو بتدي لك دفع معنوي. الفريق كله يا كابتن هاني ادى الدور اللي عليه، الفريق كله كان متكامل. في بعض الهفوات اكيد هتبقى في الحسبان، هتبقى في حسابات، ما فيش شك ما فيش حد ما بيغلطش، لكن المجمل الفريق لا في شكل. طب انا عايز اقول لك حاجه يعني انا شايف ان اليو ديانج انا في وجهه نظري فعلا سوبر ستار النادي الاهلي دلوقتي على المستوى في المباراه اللي فاتت وفي المباراه اللي قبليها، وانا في اعتقادي ان من الواجب ان يعني ان اداره النادي الاهلي تفكر جديا لو في تمديد العقد هذا اللاعب بشكل اكبر لمدد اكبر، ان يكون في عقده لازم يكون جزء منه شرط جزائي، ان اللعيب دوت ما يخرجش غير بشرط جزائي كبير، لان انا في اعتقادي من افضل المحترفين في وسط الملعب اللي جم في تاريخ النادي الاهلي بادائه دلوقتي بيأدي اداء اكتر من رائع. ف يعني شايفه ازاي وشايف حتى رؤيتك لمستقبله ازاي؟ طبعا هو فرق الاداء البدني العالي جدا منه، برافو عليه، لاعب عنده 22 سنه لسه في بدايه صغير المشوار، اكيد هيبقى فيه حسابات. لكن انا عاوز اقول كل الكلام بتقول حضرتك على العين وعلى راس و10 على 10 وتفكير المفروض اداره الاهلي تكون فكرت فيه، انك انت ايه لو عقده مثلا 4 سنين انت تمدد عقده وتحط شرط جزائي كبير حافظ عليه. بص تطوير الاداء والظهور بالشكل ده لسه محتاج منه تكمله فنيه، لانه من ابرز الحاجات المهمه جدا في لاعب نص الملعب اللي هو التسديد على المرمى. يعني انا عاوز الحته دي هو محتاج ان هو يزودها، واكيد موسيماني هيبقى عنده شكل في الحدوته دي. التسديد يعني من يعني القادم من الخلف ده بتبقى كورته اقوى واسرع، وهو عنده الاستعداد مع عمرو السوليه بتبقى الموضوع
يديك دفعه انك انت عندك مدفعجيه، عندك ثلاثي دلوقتي وسط ملعب عمرو السوليه، انا بقول لك ده محتاج دي الجزئيه دي محتاجه عليها شغل يا كابتن، لانه خلاص المفروض الفرق الكبيره بتبقى زي ما احنا بنقول هي دي التفاصيل اللي بتكلم عليها، كوره ثابته، تسديده مفاجاه من خارج منطقه الجزاء، كوره نازله من عندي بتدي بتكمل. اليو ديانج، اليو ديانج محتاج يكمل الجزئيه دي، هيروح في حته تانية. يعني ايه كل لازم الكلام لازم كل الكلام الناس يقول لك ويحترف في نادي كبير، يا جماعه الكلام ده لسه، ده استنوا لسه ما اداش حاجه للاهلي، لسه يعني الراجل ده محدش يقدر يختلف عليه وعمل شكل لكن هتشوف القدره لما هتلعب قدام فرق مقفوله قافله الجيم عليك دفاعيا، هتبقى مش هتديك مساحات، هنا بقى هيبان القدره العاليه بقى للتسديد للتمرير للشغل، الضغط عليك اقوى من كده برضو. دي برضو الحاجات دي اكيد ايه هتبقى في الحسابات وفي حسابات التقييم يا كابتن. طبعا، وخلينا نتكلم كمان يعني انتهت من دقائق قليله جدا للاسف طبعا، بيراميدز اتغلب في المباراه النهائيه، بنقول نهضه بركان الف مبروك، هارد لك طبعا لفريق بيراميدز، كنا نتمنى فريق مصري كمان يحصل ان شاء الله، غير ان شاء الله البطوله الافريقيه يكون فريق مصري كمان ان شاء الله، كنا نتمنى ان بيراميدز يحرز البطوله الكونفدراليه، لكن هارد لك وفريق نهضة بركان طبعا من الفرق المغربية اللي عندها خبرة في خاصة في الكونفدرالية، بتكسب 1-0. رؤيتك ايه وتعليق ايه على المباراة؟ طبعا او على النتيجة يعني ما اتفرجناش على المباراة، ما اتفرجناش عليها. نهضة بركان هو كان خسر النهائي للبطولة الماضية امام نادي الزمالك بضربات الترجيح، فاعتقد انه هو نهائي كان مهم جدا، كون بيراميدز الناشئ الصاعد بقوة المتصدر في الدوري المصري يصل لمرتبة يصارع المركز الثالث والثاني ويصل للمباراة النهائية في أول مشاركة ليه في أحد أقوى بطولات الاتحاد الأفريقي، ده شيء في حد ذاته مهم جدا، إن فريق لسه تم التكوين معاه، عمل أداء بأمانة شديدة، يعني ضم أفضل من العناصر الموجودة، فريق متميز لا أحد يختلف عليه، بيأدي كرة مميزة جدا، خسرته للبطولة وفي المغرب دي ما تقللش منه، كان يعني كل عندنا طموح انه يبقى البطل برضه الكونفدراليه مصري، وان شاء الله المباراه النهائيه تبقى في دوري الابطال بين الاهلي والزمالك باذن الله تعالى، فدي ده كل يدل على انه قرار عوده مسابقه الدوري لو ما كانش تم اتخاذ القرار ده وتم الاصرار عليه ما كانش الفرق الثلاثه وصلت للمستوى والاداء الفني العالي انك يوصلك فرقتين للنهائي مثلا وثلاث فرق للنهائيات بهذه الصوره. بيراميدز من الفرق اللي هيكون ليها مستقبل. طب النتيجه دي يا استاذ محمود ما تاثرش عليه دلوقتي، حتى المركز الثاني ما تحددش بشكل رسمي، لسه عندهم مباراه يعني اعتقد مع المقاولين والزمالك هيلعب الاسماعيلي لتحديد المركز الثاني بشكل رسمي، تفتكر ده النتيجه دي تاثر عليه وتاثر كمان على الاداره الفنيه للمدرب الصربي، هي ممكن تقول ان ممكن يكون في تغيير فني؟ اكيد هم في تفكير كلام انه في تغيير، يعني في اكيد في يعني الكلام اللي بيتم تسريبه انه في اتجاه للتعاقد مع مدرب جديد لقياده الفريق في الموسم كمان بعد الصفقات اللي تم التعاقد معاه والطموح نحو احراز يعني مسابقه الدوري. اعتقد كانت هي البطوله هي كان الهدف الاساسي، البطوله دي كانت ده البطوله كانت اقرب حاجه هتبقى يعني بعد كده، خلي بالك الحسابات بعد كده هتبقى ايه، يبقى في حسابات لفرقه بيراميدز لما ايه لو خدت المركز الثاني، انا شايف المركز الثاني خلاص نادي الزمالك يعني ما يعني الاقرب بص. بشكل كبير طبعا هو الموضوع في ايد نادي الزمالك، يعني نادي الزمالك ياخد المركز الثاني الموضوع مختلف تماما، يعني رغم يعني تنساش انه برضه فتره توقف والاسماعيلي برضه يعني المسائل يعني المنافسه في لسه يمكن الكاس مستمر الوضع بالنسبه له ايه، لكن عاوز اقول لك لا الزمالك اقرب للحصول على المركز الثاني. طبعا ده هياثر، خلي بالك هيأثر حتى على المدير الفني واستمراره مع رغم انه بامانه عامل نتائج كويسه جدا، في شغل كويس جدا، فرقه بتلعب كره سريعه مميزه، في عناصر تستحق كمان الانضمام للمنتخب أكيد. لكن لا الخساره طبعا كانت مفاجاه، لانه برضه نادي بركان يعني رغم انه نافس على الدوري المغربي حتى اللحظات الاخيره وكان بامكانه يقلب المسابقه لو كان فاز في اخر المباراه كان ممكن الثلاث فرق يتساووا مع بعض يبقى الوضع مختلف، لكن دي يعني اعتبرها زي ايه الوداد الرجاء والوداد ونهضة بركان، الاهلي الزمالك بيراميدز نفس المنظومه. بقول هارد لك لفريق بيراميدز
بقول ما حصلش انه اي فريق يعني مصر شارك مثلا في بطوله افريقيا فخدها من اول مره، يعني من أول مرة بطوله يعني اول كونفدراليه على المستوى الافريقي، محتاج يعني برضه خبرات اكيد. بطوله يعني كانت عاتيه على الانديه المصريه، استطاع الاهلي انه يروضها في 2014 ثم الزمالك فاز بيها في الموسم الماضي، لكن اعتقد انه بيراميدز ادى اداء كويس جدا. هي دي الكوره، قلنا المباريات النهائيه بتبقى الاستفاده من كوره واحده، من تفصيله واحده بتنهي المباراه، بيبقى الوضع مختلف. عشان كده اي بطل او اي فريق بيبقى عارف انه الفرصه ما بتتكررش. نشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود، يعني سعدنا بلقائك جدا، وانا بايدك طبعا المباراه النهائيه ان شاء الله ليها حسابات خاصه، النادي الاهلي بحساباته وبخبراته وبلعبته وجهازه الفني، وان شاء الله بجماهيره، وان شاء الله حسابات تكون في صالحنا ان شاء الله يوم 6 نوفمبر. بنشكرك شكرا جزيلا، ونحتفل بقى مع بعض ان شاء الله يوم 7 بالبطوله والكاس تكون موجود معنا. استاذ محمود صبري الناقد الرياضي الكبير، شكرا جزيلا. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل الكابتن محمود صالح.